تزامناً مع الاحتفال بالذكرى 45 لحرب أكتوبر المجيدة، فيديو نادر يوثق دور السعودية الداعم لمصر وشعبها. ظهر فيه الملك فيصل بجوار السادات وهم يسيرون على حطام خط بارليف في سيناء، خط بارليف المنيع الذي تحطم تحت أقدام الجنود المصريين في حرب أكتوبر، وهو يوم انقلبت فيه السعودية الموازين بوجه أمريكا وإسرائيل بعد أن قامت بقطع إمدادات البترول عن حلفاء إسرائيل. مشاركة القوات السعودية في الحرب ضمن الجبهة السورية، إنشاء جسر جوي لإرسال الجنود والأسلحة للجبهة، إرسال أمراء ووزراء سعوديين لتفقد القوات المصرية وتقديم الدعم والمساندة. وبعد انتهاء الحرب استقبل المصريون الملك فيصل بهتافات بطل معركة البترول، وأطلقت مصر اسمه على أكبر شوارع الجيزة وهو شارع فيصل، ليبقى شاهدا على بطل شل حركة الغرب في حرب أكتوبر المجيدة.